بعد ما حددنا الاكس هنا هي اللي تقريبا قلنا القيمه مالتها راح تكون هنا جي بوينت 1.8. اذا الاكس كانت عندنا موجبه، اذا الاكس موجبه يعني هنا راح يكون عندنا ملف على التوالي. نجي نحسب قيمه الدائره الثانيه. شوف احنا هاي الاول حركه هي هذه النقطه انتقلت لهنا، وبعدها قاطعت ويا دائره الواحد زائد جي بي انتقلت لهنا. هذه الدائرة الخطوة الثانية انتقلت من هذه النقطة المن إلى هاي النقطة. هاي النقطة هنا أنا ما إلى القيمة مالتها، وهذه الكمية مالتنا هنا راح تكون هنا. الكمية شنو راح تكون؟ لو شوفوها البي هنا النقطة الثانية هي القيمة مالتها، البي هي تبدي التدرجات مالتها من البي، فيصير عندنا جي صفر ناقص هذه الكمية، الكمية اللي هنا واحد تقريبا بوينت، صورة بين تقريبا اللي هي باللون الأخضر 1.2 1.4 1.6، خلينا نقول هي 1.45، وقلنا هنا اللي بالأعلى هي شو تمثل لنا؟ اللي بالأعلى هي تمثل الأجزاء السالبة، فتصير عندنا ناقص 1.45، فيصير عندنا جي بي يساوي جي 1.45. بعد ما حسبنا هاي الكميات الاثنين هسه نقدر نجي شنو نحسب القيم للمعادله مالتنا او للدائره مالتنا. الجي اكس موجبه تكون ملف على التوالي، البي الجي بي هي موجبه تكون شنو متسعه على التوازي. هاي لازم تحفظوها حتى نجي نصنفها هنا ونوضحها لكم اكثر. جي اكس مثل لنا ملف على التوالي، سالب جي اكس مثل لنا متسع على التوالي، جي بي يمثل لنا ملف او متسع على التوازي، سالب جي بي يمثل لنا شنو؟ يمثل لنا ملف على التوازي. فعندنا اربع دوائر، او عنصرين كهربائيين، وكل واحد له شنو طريقتين للربط، اما سيرز او شنو او شانت بارلل. بعد ما حسبنا الكميات هسه نجي نعوض بالقوانين مالتنا حتى نقدر شنو نحسب الدائرة مالتنا ونحسب لها القيم الحقيقية للدائرة. هسه بعد ما وجدنا القانونين او الكميات للجي اكس والجي بي نجي هنا نعوضهم بالقانونين. هذا القانون المن دائما نستخدمه، هذا المن للشنت سي، وهذا دائما للسيرز ال. بعد اكو قانونين المن، واحد للشنت ال وواحد المن للسيرز سي، وموجودات بالاجزاء اللي قبلها. فهسه هنا راح نشوف هنا نجي نعوض الاكس هي 1.18 نعوض بمكانها، والبي راح نعوض 1.45. الزي نوت احنا راح ناخذ المره 50 100 حسب اللي موجود عندكم بالمثال، والفريكونسي راح نمشي عليه نوحدها 500 ميجا هرتز اللي هو 5 في 10 اس 8، 5 في 10 اس 8. بعد ما كملنا نجي نرسم السيركت مالتنا اللي هي متكونه النورمالايز، هذا الزي ال، او نقدر نطلع الكميه مو نورمالايز، نقول هو 0.3 زائد جي 0.3 نضربه في الزي نوت، خلينا نقول 100 عندنا في 100 يساوي الزي ال يساوي 30 زائد جي 30. وهنا نجي اول عنصر هو شنو؟ اول عنصر راح يكون عندنا سيريز اندكتر ال، والعنصر الثاني اللي هو السي، والكميات مالتهم نطلعهم من شنو؟ من المعادلتين او القانونين اللي موجودات عندكم هنا. بعد تعويض هذه الكميات الاف 5 في 10 اس 8 والزي نوت 100، وعندنا هنا الاكس قيمتها 0.18 والواي 1.45. هذن لازم تنتبهون عليهن، القيم كلش مهمه لحساب القيم المحافظة والمتسعة.